دكتور حامد، معلش يعني انا محمل برساله من مربي الحمام في مصر. الحمام ثروه قوميه لو ابتدينا نركز فيها، سواء كان الحمام الغيه او الحمام الزينه او الحمام اللي بينتج زي اللاحم والكينج والرومي والروماني والمالتي، الحاجات دي. واضح عندك. لا انا اصلا من الناس اللي بحبهم الحمام ومربي على فكره وبربي وعارف ان ممكن تعمل طفره فعلا عند الشباب بتشغلهم وتخليهم تبعدهم عن اي نوع من لا ومطلوب في الفنادق والاماكن. بالظبط، بتعمل فلوس حلوه. بالظبط، ففي معارض بتتعمل وفي حاجات كتيره بتتعمل، واحنا ممكن نصدر على فكره انواع كتيره من الحمام الاصلي كسلاله، وفي نفس الوقت الحمام اللي هو بتاع الاكل يعني. ف مدى اهتمام بوزاره الزراعه على عموما برضو يعني. انا الحقيقه يعني سئلت في هذا الموضوع، انا قاعد حضرتك ان انا اوصل هذه الرساله لمعالي الوزير، وان شاء الله يكون لينا دور في النهوض بالحمام. دي حاجه طبعا جديده، واعتقد ممكن تنميتها في اي مكان. بالظبط، وفي اي محافظه. صح. ولا تحتاج لانتاج زراعي. صحيح، لان احنا بنقول الثروه الحيوانيه محتاجه طبعا يعني انتاج زراعي وانتاج نباتي. اعتقد الحمام يعني وضعه مختلف، لكن طبعا احنا انشغلنا خلال الفتره اللي فاتت بحل المشاكل والازمات اللي كانت موجوده، لكن انا قاعد حضرتك ان شاء الله ان انا اطرح هذا الموضوع، وان شاء الله اقول لك ان شاء الله يكون في احنا مهتمين ونهتم بكل فكره تدفع مصر للأمام. صح، وتبقى يعني مضافة للأفكار اللي موجودة. نشكر حضرتك دكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة. شكرا لحضرتك. أنا بشكركم جدا، وكان في ملفات الحياة مهمة زي مطبق المبيدات ورش المبيدات وحاجات بقى كتيرة. احنا عايزين حاجات كتيرة معنا بقى، لأن دي مهمة قوي، علشان برضو نوضح للمشاهدين قد ايه احنا مهتمين على بصحه المواطن المصري، وبرضه نتكلم على الشائعات اللي بتتكلم دايما المبيدات ومبيدات مسرطنه وكذا وكذا، علشان برضه نوضح الحقيقه. ده هدف برنامجنا، ومكان أكيد. حضرتك محفوظ عندنا في اي وقت حابب تحب. وانا تحت امرك، وانا تحت امرك. ده شرف لينا يا فندم. شكرا جزيلا يا فندم. هنطلع فاصل مع كل الساده المشاهدين ونرجع نواصل لقائنا مع حضراتكم واخر فقراتنا في مصر. الساعه 11.